ايه هي الوان البدل الرسميه اللي لازم تهتم بيها؟ الاسود دي من الالوان التي يجب انك تهتم بيها، الرمادي لازم انك تهتم بيه خاصه الرمادي الفاتح، وكمان النيفي بلو او الازرق الغامق. لازم تخلي دايما يكون عندك دي البدل اللي تكون عندك. وفي ناس الحقيقه بتعمل ميكس رابع، وهو انها بتعمل ميكس ما بين البنطلون والجاكيت الاسود، يبقى البنطلون رمادي والجاكيت اسود، او العكس الجاكيت رمادي والبنطلون اسود. الميكس ده بيكون متاح لو الخامه قريبه من بعض. مهم جدا ان يكون هذا الامر موجود عندك، تكون تشكيلة البدل عندك في هذه الصورة. ابتعد عن البدل الألوان الفاتحة قدر الإمكان، البدل غير الفورمال، البدل دي بتميل إلى بدل الأفراح. وانت بتلبس البدلة راعي كمان ان القميص يكون لا إما أبيض أو لبني فاتح. لازم تعرف ان الأبيض في البدل خاصة في الفورمال هو أفضل خيار ممكن. احتفظ بده مع طاي جميلة هتبقى أفضل فورمال.